شارك وزير الخارجية سامح شكري في فعاليات من تنظيم مجلس الأعمال للتفاهم الدولي، والتي شهدت مشاركة ممثلي كبرى الشركات الأمريكية المستثمرة في مصر أو الراغبة في الاستثمار. وأجرى شكري حوارا مفتوحا تضمن الإجابات على استفسارات المستثمرين واستعراض برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي قامت مصر بتطبيقه لتعزيز النمو المستدام، والذي تضمن الاطلاع باصطلاحات هيكلية جزئية تستهدف تعزيز مؤشرات الاقتصاد الكلي، بالإضافة إلى خلق بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي، مستعرضا إجراءات المجلس الأعلى للاستثمار التي تهدف لتسهيل تملك الأراضي وتعزيز الحوكمة والشفافية وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين.